التغذية رفقة ضيفتي أسماء زريول، دكتورة باحثة في مجال التغذية، معنا مباشرة من الرباط اللي غترافقنا من طبيعة الحال طيلة هذا الأسبوع. أسماء صباح الخير. صباح النور حلمة، صباح النور جميل. صباح الخير أسماء، مرحبا بك، بداية أسبوع موفقة. شكرا لك. إن شاء الله ندوزو دائما وقيت مفيد معك كيف ما عودتينا دائما أسماء زريول. اليوم غادي نتكلموا أو غنطرحوا ربما سؤال تيطرحوه بزاف ديال الناس، واش تثبيت موعد الوجبات في وقت وساعة محددة أسماء واش ممكن يساعدنا على خسارة الوزن؟ هو في الحقيقة أن تثبيت وزن الوجبات هي واحد المسألة جيدة، ولكن ماشي لجميع الأشخاص. وبالتالي هناك بعض الأشخاص اللي من الجيد ومن المهم أننا نثبت لهم موعد الوجبة، سواء كانت وجبة أو وجبتين أو ثلاث وجبات أو حتى ست وجبات في مواعيد معينة. يعني كله هذا عنده علاقة بالهدف ديالنا ورا الهدف من الحمية الغذائية اللي غادي نعطيوها هذاك النهار، هذاك يعني هذيك المدة اللي غادي يتبعها أو اللي غادي يبقى ماشي عليها دائما. فإلا كانت من إلا كان عندنا الهدف هو أننا مثلا ربما زيادة الوزن، فكان من الجيد أننا نثبت المواعيد ديال الأكل. كذلك بالنسبة لتثبيت مواعيد الأكل هي يعني كتكون بالنسبة للأشخاص اللي كيعانيو من عدم يعني انتظام الشهية ديالهم، يعني الناس اللي مرات يحس راسو في جوع، مرات يحس راسو وكياكل بزاف، ولا مرات يحس براسو فيه يعني عنده شراهة ديال الأكل أو لا ما كياكلش، يعني الناس اللي عندهم بحال هاد الاضطرابات هادو. نعم، إذا هي الأشخاص ربما اللي كيف ما قلتي في حاجة إلى تثبيت موعد الوجبات ديالهم. وعلاش ربطناها بالموضوع؟ لأن بزاف ديال الناس كيديروا الحمية أسماء أو كتابة واحد نظام غذائي وتيقول لك بأن تثبيت موعد الوجبات خصوصا ثلاث الوجبات الرئيسية يعني ديال اليوم تيساعد الجسم على أنه يتفاعل بشكل جيد أو بشكل أفضل من أننا ناكلوا بطريقة يعني عشوائية ولو أننا نكون متبعين الريجيم. شوفي، هو توقيت الوجبات عندها أهمية، ولكن الطريقة بحال شحال هادي، سمحي لي قطعتك، بحال شحال هادي أسماء إلى كتذكري، يعني كان الفطور فطور، كانت الغداء مثلا 12 ونص الوحدة، العشاء في واحد الوقيتة معينة، يعني كان واحد النظام في صحيح دابا في الغداء. ولكن دابا للأسف النوع اللي كيفرض علينا الطريقة ديال الأكل ديالنا هو العمل. هو العمل. فمن هنا كنبداو كنطلقوا. فإذا كان العمل كيفرض علينا واحد الطريقة معينة واحد الطريقة معينة، كنشوفوا التأثير ديالو على هذاك الشخص. ومن ثم كنعرفوا واش هناك تأثير سلبي ولا إيجابي. إلا ما كانش عنده شي تأثير سلبية فإحنا كنقدروا نخليه. كان عنده تأثيرات يعني اللي كانت سلبية فون كنقدروا نقدروا ونشوفوا له حلول، ماشي بالضبط نقولوا له لا رجع كل أول مواعيد معينة، ولكن كنحاولوا نلقاو له حلول غذائية. أما إذا كان عنده ما كانش عنده حتى شي مشكل نقدروا ما نديروا حتى شي حاجة ونخليوا الأمر على ما هو. ولكن يعني اللي غنستنتجوا من هذا الشيء هو أن توقيت الوجبات مهم أيضا. ولكن واش ناخذوا ثلاثة، واش ناخذوا جوج، كاين اللي كيقسم كاين اللي كيقسم يعني الى وجبات صغيره، يعني عوض ما ياخذ ثلاثه تيقسم مثلا خمسه. اكيد حتى هذه بطبيعه الحال هي كيكون عندها دور، ولكن راه دائما كنرجعوا للحاله اللي قدامنا والاحتياجات ديالها والقدره ديالها، باش كنعطيو واحد النظام غذائي اللي هو جيد ليه. والخلاصة أن توقيت الأكل هو مهم جدا، سواء عطينا جوج مرات أو ثلاثة المرات أو مثلا كان مرة واحدة في 24 ساعة أو لا، يعني على حسب
كل شخص. المهم هو ايضا اننا ناكلوا جنب ان النظام الغذائي يكون شخصي يعني شخصي بيرسوناليزي بزاف ديال الاسئله توصلت بهم اللحظه اسماء على الانستغرام كيسولوا على الريجيم وعلى النظام الغذائي فبطبيعه الحال حنا ما نقدروش ندرجوا جميع الاسئله للتواصل مع اسماء زريول او الى عندكم اسئله ممكن طرحوها عليها مباشره عبر منصه الانستغرام والصفحه ديالها الرسميه اسماء زريول. الى عندكم كذلك اي تساؤل مستمعينا او عندكم اي مقترح مرحبا والف مرحبا ممكن التواصل معايا بشكل مباشر كذلك على الانستغرام الصفحه ديالي هي حليمه العلوي وكنرحب بالجميع. شكرا جزيلا لك اسماء تلقاوك غدا بحول الله ان شاء الله باش نتكلموا على موضوع اخر كيخص التغذيه طبعا على نفس التوقيت وعلى نفس الاذاعه.